السودان كما هو معلوم يعاني من حرب ضروس تجاوزت العام بأسبوع، وأن الحرب دائما أبدا لديها صعوبات كثيرة ومشاكل عدة وجمة، لكن لا أعتقد أن الحرب يمكن أن تكون سبب في مجاعة، لأن هنالك دول كثيرة واجهت الحروب مثل الصومال، مثل وين سوريا، مثل العراق، مثل ليبيا، لم تحدث فيها مجاعة كثيرة، لم تحدث فيها مجاعة حتى الآن. فبالتالي الموضوع يعني المجاعة في السودان هي مسألة بتاعت أكثر منها ترويج من تكون واقعية على مستوى الواقع السوداني، خاصة أن احنا الآن نعيش في مناطق يعني توجد فيها الغارات المسلحة، هي مناطق تتوفر بالأمن الغذائي بشكل كامل. فقط المناطق التي توجد فيها التمرد هي التي تعاني من الشح، لأن المساعدات لا تتمكن من الدخول إليها بسبب بعض الظروف الأمنية والتوترات الحاصلة على مستوى مناطق التمرد، ومنعهم لوصول الاستعدادات الإنسانية، ومنعهم للغوافل وتعرض عليها عسكريا، بالتالي أدى إلى هذا الأمر. معروف أن التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو إنه السودان الإنتاج حقه أفضل حالاً بكثير مما يتكلم عنه، ولم يذكر في تقريره مجاعة على الإطلاق. ربما يتحدث عن بعض الصعوبات لكن يتحدث عن مجاعة. طيب اسمح لي هنا سيد عماد، يعني كان في الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن يعني سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية اتهمت طرفي الصراع وأنهما عملوا على تقويض توصيل المساعدات، يعني أيضا كان في اتهام للقوات المسلحة السودانية وأن هناك إعاقة لعبور المساعدات الإنسانية من قبل الطرفين. لا، ليس هناك إعاقة، الحكومة السودانية رحبت بإدخال المساعدات الإنسانية بمعابر عدة، حتى نحن في السودان كل يوم الثاني نستلم معونات تأتي من دول عدة يعني، وبالتالي الأمر بتاع الحكومة تشارك في منع المساعدات هذا أمر غير مقبول، لكننا نحتاج إلى ضمانات أمنية حتى لا تسرب عبر الإغاثة بعض الأسلحة للمتمردين والميليشيات، نحتاج إلى وجود ضمانات، يعني هذه الغوافل كثيرة من الدول تستغلها المنظمات برفع الإعلام حق المنظمات الدولية ويكون من ورائها أجندات ومن ورائها أسلحة ودعومات والميليشيا منهارة الآن، فنحن نريد ضمانات حقيقية حتى لا تتسرب وراء هذه الإغاثة أي مثل ماذا؟ ما هي الضمانات؟ الضمانات التي نريدها أن يكون هناك رغبة من الأجهزة الأمنية الموجودة داخل السودان، رغبة داخلية ورغبة عن طريق المنظمات مشتركة، وجود الأجهزة الأمنية وجود القوات المسلحة في داخل هذه الغوافل يثبت مفاهيم أمن الدولة، نحن عندنا أمن دولة، لا نرفض توصيل الإغاثة لأي فرد من الشعب السوداني، الشعب السوداني شعب السودان كريم وكلنا نهتم بأمن الشعب السوداني والحكومة مزولة من أي موقف، لكننا نطلب الضمانات، هناك نماذج كثيرة جدا تسربت عبرها أسلحة وأنتم في سوريا أدرى ذلك، يعني نحن حتى في السودان هنا في الفترة الأولى للحرب عندما كانت تضعف الحكومة هنالك أسلحة سربت، ولهذا لا نريد أن نكرر هذا الأمر، نحن الآن على وشك الانتهاء من التمرد بأي شكل من الأشكال، ولهذا هم يرغبون في هذه المساعدات أن يوصل عبر أسلحتهم، لأن المشكلة حق السودان ليست لها يوم أو يومين، لها عام كامل، لماذا نتكلم عن المساعدات إلا الآن ولم نتكلم عن المجاعة الآن؟ ليس هناك مجاعة، هناك مشكلة في العالم، يمكن أن تحدث مجاعة إذا كانت في غزو بتاع جرات، في غزو بتاع آفات على مستوى البيئة بتاعت الطبيعة بتاعت ربنا، لكن الحرب أصلا الحرب ما بتجيب مجاعة في أي دول من العالم، وده هذا معروف ومجرب في العالم. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من بورت سودان، الكاتب الصحفي ومدير تحرير موقع أبو وضاحة نيوز عماد الدين محمد الأمين، شكرا جزيلا لك.